أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. دعت نقابة المعلمين الأمم المتحدة وكافة المنظمات للضغط على ميليشيا الحوثي لصرف الرواتب المتوقفة منذ 7 سنوات. وقالت النقابة في بيان نشر بمناسبة اليوم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر أن المعلمين يعانون ظروفا معيشية صعبة دفعت بعضهم للانتحار لعدم قدرتهم على توفير لقمة العيش لأسرهم. ودعا البيان الحكومة الشرعية لمنح المعلمين كافة مستحقاتهم وزيادة الرواتب بما يتناسب مع تردي الأوضاع المعيشية والانهيار الاقتصادي. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: حالة التدمير التي طالت قطاع التعليم خلال سنوات الحرب، وكيف يمكن حماية ما بقي من عملية تعليمية من التدمير والتطييف. قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. قطاع التعليم في اليمن تشعر وكأن الحرب اندلعت من أجل تدميره، قياسا على ما تعرض له من خراب وتدمير ممنهج في نواح شتى. في البداية سعى الحوثيون لتحويل كل المدارس في مناطق المواجهات إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح، فاستهدف التحالف الكثير منها، والبعض الآخر التي كانت بعيدة عن مناطق المواجهات العسكرية المباشرة تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين، ذلك على صعيد البنية التحتية. بعدها قام الحوثيون بتحويل وجهات الطلاب من المدارس نحو مراكز تعبئة طائفية، ومن ثم جبهات القتال. أما المناهج فقد تم تغييرها بما يخدم أهداف الميليشيا وأيديولوجيتها الطائفية، لتكتمل حلقة التدمير بحرمان المعلمين من مرتباتهم، حرمان امتد ل7 سنوات متواصلة بحسب بيان لنقابة المعلمين اليمنيين نشر بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر. النقابة دعت الأمم المتحدة وكافة المنظمات للضغط على ميليشيا الحوثي لصرف الرواتب المتوقفة، مضيفة أن المعلمين يعانون ظروفاً معيشية صعبة دفعت بعضهم للانتحار لعدم قدرتهم على توفير لقمة العيش لأسرهم. كما دعا البيان الحكومة الشرعية لمنح المعلمين كافة مستحقاتهم وزيادة الرواتب بما يتناسب مع تردي الأوضاع المعيشية والانهيار الاقتصادي. إذا مشاهدي الكرام، لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من الحديدة المعلم حسن طليلي، نائب رئيس اللجنة التربوية لمعلمي حيس والخوخة، وأيضا ينضم إلينا الدكتور مصطفى عبد الرحيم مستشار وزارة التربية والتعليم. مرحبا بكم ضيوفي الأكارم. نبدأ مع المعلم حسن طليلي. مساء الخير أستاذ حسن. مساء النور أهلا وسهلا بكم. بداية يعني أستاذ حسن، لو تشرح لنا وضع العملية التعليمية في اليمن، أنت كأحد المعلمين والمتابعين لهذه العملية. أخي الكريم، المعلمون في بلدنا الحبيب يعني يكابدون ويعانون الأمرين ويحاولون توصيل رسالتهم بشق الأنفس. يعني زملاء المعلمون في مناطق ميليشيا الحوثي تعمل منذ أكثر من 8 سنوات بدون أدنى حافز، بدون أدنى مبلغ، بدون راتب. نحن في مناطق الشرعية نجتهد ونبذل ما نستطيع لنجاح العملية التعليمية وإخراج جيل متعلم قادر على بناء وطن، ولكننا ايضا في مناطق الشرعيه يعني لسنا باقل من معاناه من اخواننا. في صحيح احنا تاتينا رواتب، لكن على سبيل المثال نحن في المديريات المناطق المحرره في محافظه الحديده الخوخه حيث تاتينا رواتب كل 4 أو 5 أشهر. تخيلوا مدى المعاناه ومدى الطاقه ومدى الحاجة ومدى العرض الذي يمر به هذا المعلم. مطلوب أن يدفع 14 كيلو، يطلب به أن يسافر، أن يوصل نفسه بدل المواصلات، مطلوب منه أن
أن يشد رمقه حتى يستطيع أن يقوم بواجبه. مطلوب منه أن يقوم بواجبه تجاه أسرته، ولكنه لا يجد أصواتا ولا يجد يعني كلاما من قبل حكومة الشرعية. نحن نتكلم الآن إذا كانت ميليشيا الحوثي، هي ميليشيا يعني تجاوزاتها يعني مفروغ منها، لكن نحن نعيش في ظل دولة، في ظل حكومة شرعية. يعني تخيل الآن اليوم العالمي للمعلم، يعني حقوق المعلم مهجورة، يعني المعلم الحكومة تتجنى على المعلم ولا تضمن له حياة كريمة، وأيضا تحرم الرجال من الحصول على الحق في التعليم بسبب هذه التجاوزات وبسبب هذا الإهمال المقصود. أنا ما نقول أنه مقصود من قبل حكومة الشرعية، إهمال مقصود، يعني 4 أشهر 5 أشهر والمعلم في المناطق المحررة الحديدة يعني لا يحصل على راتبه، فماذا نسميه ذلك غير أنه تعمد مقصود تعطيل عملية تعليمية؟ كيف سيستطيع هذا المعلم أن يقوم بواجبه في ظل كل هذه يعني السرد من قبل حكومة الشرعية وحكومة العين الملكية؟ نعم، سأعود لك في مسألة أن ربما يعني ما يتعرض له المعلمون هو يعني مسألة ممنهجة ومقصودة ضد العملية التعليمية والمعلمين. سأعود لك المعلم حسن طليلي. ننتقل للدكتور مصطفى عبد الرحيم. مساء الخير دكتور مصطفى. مساء النور، تحية لك ولضيفك الكريم وأخي الكريم. نعم دكتور مصطفى، هنا لو تضعنا أمام حالة العملية التعليمية في اليمن. أخي الكريم، قبل الإجابة على سؤالك أود أن في هذا اليوم العالمي العظيم أن أرفع تحية لكل معلم ومعلمة في سهول اليمن وجبالها، أولئك القابضون على الأقلام الحرة. أيضا لا أنسى أن أرفع التحية إلى أولئك المعلمين القابعين وراء قضبان ميليشيا الحوثي الذين يقبعون في وراء القضبان منذ 7 سنوات. أولئك أيضا الرحمة والخلود لأولئك الأبرار الشهداء الذين قضوا نحبهم من المعلمين على يد ميليشيا الحوثية الإجرامية. ثانيا بالنسبة لسؤالك أخي الكريم، المعلمون هم حجر الزاوية في العملية التعليمية، والمعلم هو حجر الزاوية في أي عملية تعليمية. الحوثي وميليشيات الحوثي منذ انقلابها المشؤوم على الدولة كانت تستهدف العملية التعليمية برمتها، وكان الاستهداف الرئيسي والهدف الرئيسي لها هو المعلم، ولذلك حرمت المعلم من حقوقه من أبسط حقوقه منذ 9 سنوات وليس منذ 7 سنوات. المعلم يتعرض لحرب ممنهجة من ميليشيات الحوثي للعملية التعليمية، وأيضا المعلم هو رأس الحربة في هذه العملية التعليمية. نحن نقول وبكل صراحة، المعلم وضعه مأساوي. المعلم في هذا اليوم أو الميليشيات الحوثية حولت هذا اليوم العظيم أو اليوم من عيد بالنسبة للمعلم إلى يوم حزين. المعلم الآن المعلم اليمني يعيش على أقل من $30 شهريا. كان قبل انقلابها المشؤوم المعلم راتبه ما يعادل $400 إلى $500، الآن يعيش في ظل $30. بالنسبة للمعلمين الذين يستلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية، أما الذين يقبعون أو الذين في مناطق ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يستلمون رواتبهم من 9 سنوات. حقيقة هناك استهداف منهك لميليشيا الحوثي للعملية التعليمية والتعليم العام. نعم. منذ انقلابها على الدولة في عام 2014. بالنسبة للحكومة الشرعية أخي الكريم، نحن طالبنا مرارا الحكومة أن تلتفت أو أن تستغل هذه الفرصة، أن تكون هذه اليوم أو هذا اليوم اليوم المعلم أن تلتفت. طالب الأخ رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وهو آتي من هذه البيئة الأكاديمية التعليمية العلمية، أن يلتفت إلى المعلمين، أن يطلق رواتبهم، أن يطلق العلاوات، أن يرفع الرواتب، زيادة الرواتب، أن يرفع يطلق العلاوات السنوية، أن يمنح المعلمين. نطالب الحكومة أن تمنح المعلمين بما في قانون المعلم أو بما ضمنه له الدستور اليمني. مش معقول أخي الكريم أن يظل المعلم بهذا الوضع المأساوي طوال 9 سنوات. الآن المعلم يترك العملية التعليمية، يترك رسالته المقدسة ويذهب يبحث
ويعمل عمل شاقة من أجل توفير لقمة العيش له ولأولاده. في الحقيقة المعلمون يعيشون أوضاع صعبة مأساوية، وعلى الجميع أن يلتفت إلى هذه إلى هؤلاء المعلمين وأن يقف إلى جانبهم، وأن تكون هذه اليوم يعني يوم لفتة كريمة من المجتمع والدولة إلى المعلمين. أيضا نطالب المؤسسات المنظمات الغير حكومية أن تساعد الحكومة في تحسين وضع المعلمين والعملية التعليمية. نعم، يعني أستاذ حسن طليلي، أشرت إلى أن ما يحصل للمعلمين يعني مسألة ممنهجة، سواء كانت في مناطق الحوثيين وأيضا المناطق التي تخضع للشرعية، لكن هنا عن الشرعية، ما مصلحة الشرعية أن تستهدف المعلمين والعملية التعليمية؟ أخي الكريم، تجني واضح يعني ضد ضد التعليم وحرمان يعني المعلمين من حصولهم على 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 حياة كريمة، ويعني حتى الأجيال بالحصول على التعليم هذا يعني وكأنه نتفق على أنه كأنه في ظل هذا الوضع وفي ظل هذا التجني المقصود كأنه عملية مقصودة وممنهجة. المعلم يجب أن يحظى أخي بحياة كريمة حتى يستطيع أن يبذل ما بوسعه للأجيال. المعلم الآن أصبح إحنا لا نريد أن نضع مقارنة بين حكومة الشرعية وحكومة الميليشيا. حكومة الشرعية هذه مطلوب منها البذل المجيد من الإسلام، مطلوب منها أن تكون أكثر يعني إحتاقا للحق وعلى بناء مجتمع متعلم واعي مثقف. بهذه الطريقة التي الآن يعني تعامل بها الحكومة الشرعية في تأخير رواتب المعلمين لأكثر من 5-4 أشهر، هذا يؤدي في انتقاص لحق المعلم. المعلم أصبح الآن يلجأ إلى أعمال لا تليق بمستواه كمعلم، تعز من قيمته أستاذ حسن، كيف تفسر التجاهل المستمر من قبل الحكومة برأيك لمطالب المعلمين؟ لا نريد أن نرهب عن مبررات الحكومة. يعني هي المسؤولة أولا وأخيرا عن إتمام العملية التعليمية وعن توفير الحقوق للمواطنين. نحن الآن نسمع بسبب توفير المبررات، نسمع بسبب عدم إنه والله في مناطق تتبعنا ومناطق لا 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 لا, لا تتبعنا. يعني حتى إذا نحن في بريطي حاشر الخلقة مناطق محررة منذ أكثر من 5 سنوات، ومع ذلك نعاني من انتقاص الراتب. يعني 30% زيادة يتحصل عليه زملائنا في المناطق المحافظات المحررة من العام 2000 من أواخر عام 2019 غير المحصول عليها. يعني أعتبرنا أقل كثير من الراتب المعلمين في المناطق المحررة. نعم. تخيل دكتور، نحن الآن نتشوى لقمة العيش. يعني إيش المدرس صاحب الرقابة يرفض أن يدينا هذا المعلم، يقول له أنت ماش عندك راتب عند الدولة، أنت ماش عندك راتب. ينتظر المعلم بساعات أمام صاحب مصطفل الخبار حتى يعني يرحم لحالي ويعطيه دعني البعض من احتياجاته. هذا عن برر الحكومة لأنها لا توفر لنا رواتبنا بصورة منتظمة ومستمرة شهريا مثلنا. أنا أتكلم عن مناطق محررة في محافظة الحديدة، يعني أحسن حالا المناطق التي الأخرى تعز عدن وحضرموت، هذه مناطق أحسن وضعا وأحسن حالا منها. نحن نتكلم عن معاناة مواطن أو معلم في مناطق محررة في محافظة الحديدة. إذا دعني أنقل هذه النقطة. نعم نعم، دعني أنت أنقل هذه النقطة للدكتور مصطفى عبد الرحيم. يعني كيف نفسر يعني عدم التفات الحكومة لمعلمين وعملية تعليمية في مناطق محررة تحت سلطة الدولة؟ كيف نفهم ذلك، وأن الدولة لم تقم بواجباتها فيما يتعلق بالرواتب والعلاوات السنوية وأيضا تنفيذ القانون الحماية للمعلمين؟
أخي الكريم، لا نريد أن نضع أو يعني نبرر للحكومة أو تقصير، هناك تقصير والتقصير موجود وهذا لا ينكره أحد، لكن أن يتكلم أخ حسن يقول أن هناك يعني سلوب ممنهج أو طريقة ممنهج ضد المعلم، الحكومة بالعكس تقف إلى جانب المعلم، لكن أن تعرف الوضع العام الذي تعيشه بلادنا. مع ذلك لا نبرر لهذه الحكومة، هناك تقصير واضح، والتقصير هذا نحن نأمل أن تتلافى من الحكومة، أن تتلافى هذا التقصير وأن تصرف مرتبات المعلمين بصورة مستمرة، خصوصا في مناطق في المناطق المحررة، ونأمل أن يكون هناك توجد آلية معينة لصرف الرواتب في الجمهورية في جميع محافظة الجمهورية سواء المحررة أو غير المحررة، لأن المعلم هو أساس العملية التعليمية، ولا نريد أن تنهار العملية التعليمية سواء في المناطق الذي المحررة أو غير المحررة. مع ذلك أخي الكريم، يعني نقول الحكومة لديها جوانب قصور، وهذه القصور إن شاء الله تتحسن الوضع العام للبلد، وستقوم نأمل منها أن تقوم بتلافي هذا القصور بحق المعلم، وأن تولي المعلم رعاية كريمة، وأن تنظر وأن تكون هذا اليوم أو هذه المناسبة العظيمة بالنسبة للمعلم أن تعيد الفرحة للمعلمين في كما كان قبل الانقلاب المشؤوم. ولا أعتقد أن هناك مسؤول في الحكومة الشرعية لا يدرك أهمية المعلم وأهمية أن يعيش المعلم حياة كريمة، وأن يرتفع رواتب المعلمين بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد. لكن يعني دكتور مصطفى، يعني الآن نعرف أن نحن نمر بأزمة، لكن كيف يمكن حماية على الأقل العملية التعليمية والمعلمين والطلاب من ما يجري بأقل الخسائر؟ أخي الكريم، كما تحدثت سابقا، يجب أولا صرف حقوق المعلمين، حماية المعلم، صرف حقوق المعلم بما يتناسب مع الوضع المعيشي، ستجد المعلم موجود في 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 كل الميادين، موجود في عمله، ملتزم بأداء رسالته المقدسة. أهم شيء أن تهتم الحكومة بتوفير الاحتياجات الأولى والأساسية للمعلم، أيضا أن يشعر المعلم بأن هناك الحكومة أو المجتمع نفسه، المجتمع بشكل عام، أن يولي المعلم اهتمام خاص، وأن يشعر المعلم أو نشعر المعلمين في كافة أنحاء الجمهورية بهذا الاهتمام، سواء من قبل الدولة أو من قبل المجتمع أو من قبل منظمات المجتمع المدني، وأن نعيد للمعلم هيبته ومكانته التي يستحقها وبما يتناسب مع رسالته السماوية أو الرسالة المقدسة التي يؤديها المعلمون. أستاذ حسن، يعني هنا كيف أثر الدمار الآن الحاصل والأزمة هذه التي تمر بها اليمن على العملية التعليمية سواء كان معلمين أو طلاب؟ غير كثير العملية التعليمية لا تسير وفق يعني المطلوب وفق العليا للسير العملية التعليمية. المعلم ذو نفسية، حتى ما لجأوا إلى أعمال يعني انصرفوا عن التعليم، يبحث عن لقمة عيش ما يشد رقمه ورمقه ورقم ورمق حياله. الآن نحن في مناطق الثلاث سنوات ونحن ناشد ونستنجد ونصرخ ولم يستجب لنا أحد. الآن بدأنا قبل يومين إضراب مفتوح شامل، تعطيل كل الدراسة، المدارس مغلقة في مدينة الخوخة وحيج. كيف يعني أستاذ حسن لو قطعت، كيف تقيم الطلاب الذين عاشوا في ظل هذه الأزمة؟ كيف تقيم الجيل هذا؟ الجيل الآن الذي يعني تلقى التعليم أو لم يتلقى التعليم في ظل هذه الظروف، كيف تقيم الجيل القادم في ظل الأزمة؟ والله حالة من التجيل، حالة من التجيل والغياب والغير المعرفي. يعني المدرسة أساس بناء الأجيال،
بناء أساس بناء العقليات. يعني هذا الطبيب وهذا البروفيسور وهذا الطيار وهذا القائد العسكري انفذ من أين أتى؟ يعني هذا عالم الفضاء من أين أتى؟ من المدرسة على يد معلم. فالمفروض أن نستغل هذا المفروض أن نوفر له، لا يجب أن يعيش المعلم بمستوى يليق بوظيفته بمكانته. يعني لا يفعل شعب أضاع معلما أبدا، لا يمكن، لا يفعل شعب أضاع معلما أو راح عن إنسان يتعامل. يعني مستحيلا معلم لا يعني ابن وطن، يعني ابن دين، مستحيل. أستاذ حسن، أستاذ حسن لو قطعتك، يعني هل صادفت معلم اتجه إلى مثلا التجنيد في ظل هذا يعني الأزمة، أو 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 طالب بالنظر عن 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 يعني عن انصراف، مثل أنه أصبح عامل بناء يشتغل لدى أحد المقاولين. يعني في تخيل حمال عند أحد، أنا نريد أن نذكر، لا نريد أن نذكر إلى أين صار المعلم. المعلم يبحث عن مصدر عيشة من أشياء لا نريد أن نذكرها، يعني من المخلفات لا نريد أن نذكرها. والله هذه عار على الحكومة أن يصل هذا العبد بهذا المعلم، يفقد هذا المعلم مكانته، يفقد هذا المعلم احترامه، ويصبح يعني قليل الحيلة في واضح في ظل دولة، يعني في ظل دولة لا مكانة ولا تاريخ حقيقي. دكتور مصطفى، نعم، شيء معيب أن 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 يحصل المعلم ونطبع سوداء في تاريخ هذه الحكومة. نعم دكتور مصطفى، وإن لم تراعي العملية التعليمية وإن لم تراعي حق الأجيال في الحصول على تعليم راقي ومثمر وجاد. دكتور مصطفى، كيف يمكن حماية الأجيال القادمة الآن من هذا الدمار برأيك؟ أخي الكريم، الحماية الأجيال القادمة من الدمار يكون بالتوعية وإلى العملية التعليمية، اهتمام تكون رأس اهتمام الحكومة والسلطات المحلية في 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 المحافظات. أقصد أن يوفر للمعلمين حقوقهم، أدنى أبسط الحقوق للمعلم، ويوفر لهم بيئة تعليمية حقيقية. وستجد المخرجات أو جودة المخرجات فيما بعد، وستجد الجيل الذي يبني هذا البلد. أخي الكريم، المعلمون هم بارقة الأمل، المعلمون هم الأمل الذي بقي لنا من هذا الوطن. وانظر إلى لو رجعت قليلا خلال الأسبوع الماضي، انظر ماذا فعل المعلمون، كيف بعثوا الأمل في مدارس اليمن وهم يحتفلون بثورة 26 سبتمبر. هؤلاء المعلمون مع أنهم يعانون ظروف قاسية، مع أنهم يعيشون ظروف صعبة، إلا أنهم ما زالوا متمسكين برسالتهم المقدسة. كيف تفسر من بقي من المعلمين في ظل هذه الظروف وما زال مستمر منقطع الراتب، يعاني، لا بيئة، لا، يعني كيف تفسر من هو صامد رغم هذه الظروف؟ نعم، هناك كثير من المعلمين، بل كل المعلمين، لم يتركوا الرسالة المقدسة، وهذا دليل على إيمانهم بما بفكرتهم، دليل على إيمانهم برسالتهم المقدسة. مع أنهم يعانون هذه الأوضاع الصعبة، إلا أنهم متمسكون ومستمرون بأداء الرسالة المقدسة وتربية الأجيال. هذه الأجيال ما إذا وفرت أدنى المطالب أو أدنى الحقوق لهذا المعلم، ستجد جيلا قادرا على البناء غدا. أخي الكريم، ستجد الجيل ومخرجات التعليم جيدة. أما إذا تركنا هذا المعلم للظروف المعيشية تتناهشه الظروف من هنا وهناك، ستجد بعد ذلك ضعف المخرجات، عزوف كثير من الطلاب عن التعليم، أيضا كثير من المعلمين سيذهب، سيترك المدرسة وسيترك الرسالة المقدسة، وسيذهب إلى أن يبحث عن مصدر رزق له ولأولاده. ولا نستطيع أن نلومه ونقول له تعال، يعني يرجع إلى المدرسة في ظل هذه الظروف الصعبة الاقتصادية الصعبة. إذن في يوم المعلمين العالمي نرفع آيات التهنئة لكل المعلمين في هذا اليوم. نشكر المعلم والأستاذ حسن طليلي، نائب رئيس اللجنة التربوية لمعلمي حيس والخوخة، وأيضا الشكر لك الدكتور مصطفى
عبد الرحيم مستشار وزارة التربية والتعليم. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية مني ومن معد الحلقة ماهر أبو المجد، وفي أمان الله.